الفنانة السورية صاحبة دور كنانة في مسلسل دور عظم ارتدت الحجاب لعامين وقاطعها أهل ضيعتها 4 سنوات بسبب التمثيل ومحطات في حياتي الفنية والشخصية. الفنانة وئام الخوصي ممثلة سورية وخريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق دفعة عام 2005، حققت شهرة واسعة مؤخرا بتجسيدها لشخصية كنانة في مسلسل كسر عظم. الخوص مقلة في أعمالها الفنية كممثلة، لكنها حاضرة بقوة في مجال تدريب الممثلين وإعداد الممثل سواء في الأكاديميات والمعاهد الخاصة أو المعهد العالي للفنون المسرحية. والديها كان فنانا مسرحيا وشقيقها هو الفنان السوري كفاح الخوص. تعود أصول الفنانة كفاح الخوص لإحدى ضياع منطقة الزبداني التي لم يتقبل أهلها أن تلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، فقطعوها ل4 سنوات. كما وكشفت وئام الخوص بأنها تعرضت لمضايقات من أهالي الزبداني الذين كانوا يصفونها بالمسرحجية والتي تعني أنهم ملحدين بحسب ما صرحت. اعترفت وئام الخوص بأنها ارتدت الحجاب لمدة عامين بعد تخرجها من معهد التمثيل، موضحة بأن الأمر كان بمثابة تجربة لتقترب من أهل ضيعتها وتفهم سبب عدائهم اتجاهها. كما أوضحت الخوص بأن ارتدائها للحجاب أثر سلبا على مسيرتها الفنية، حيث لم يتقبل العاملين في معهد التمثيل ارتدائها الحجاب واعتبروا الأمر بمثابة خيانة للفن. نافت الفنانة وئام الخوص ما يشاع عن وجود خلاف بينها وبين شقيقها الفنان كفاح الخوص، مؤكدة بأنه الداعم الأكبر لها في حياتها الفنية وكان سبب في دخولها معهد التمثيل رغم معارضة عائلتهم. شاركت وئام الخوص بأكثر من عمل في الدراما السورية في مسلسل أحمر أثر الفراشة، كلام من ورق، ومسلسل كسر العظم.